براحتنا بقى. احنا بقالنا كام يوم ما بننامش، براحتها بقى. ونجيب براحتنا بقى على ميلنا خالص بقى، قدامنا اسبوعين كده نمزمز فيهم ان شاء الله. وما نقولش احنا هنجيب مين عشان الانديه المنافسه ما تروحش تجري على اللعيبه اللي احنا بنروح لها. وكل الكلام ده فربنا يسهل ان شاء الله. امبارح كنت بتفرج على لقطات كده للمهندس عادل قيع زعلانين منك، اللي انت قلت ان دكتور عبد الله جورج يعني النادي الاهلي بيشوف عبد الله جورج سعد بيختار مين او بيتعاقد او بيفاوض مين وهم بيروحوا يتفاوضوا معاه. انا عمري ما جبت سيره النادي الاهلي، انا قلت الانديه المنافسه. وزي ما انا قلت عندك دلوقتي حالا الانديه المنافسه. ما بقولش النادي الاهلي ابدا، النادي الاهلي ده ناس محترمه وزعلانين مني ليه. انا ما جبتش سيره، ما قلتش ان النادي الاهلي بيعمل ولا بيساوي. انا بقول الانديه المنافسه. ما هو النادي المنافس اللي هو النادي الاهلي يعني. ليه؟ ما هو الاسماعيلي منافس وانتي منافس والحرس منافس، ومش دي كلها انديه محترمه برضه منافسه ولا؟ بس الاهلي اللي كان بيكلم احمد عيد مش انبي والحرس والاسماعيلي. خلاص هو انديه منافسه. وانا قلت ايه؟ انا قلت انا بشكر ان الناس بتثق في اختياراتي فبتروح للعيبه اللي انا بختار. فانا هو ده خطا. هو شو انا لما بشكرك انت بتقول لي، انا هسالك سؤال انا عارف انك انت صادق في الكلام اللي انت بتقوله. خلاص انا بشكرك على انك انت عندك ثقه في صدقي. وانا بالتالي بشكر كل الناس اللي بتثق في اختياراتي. تمام. طيب بالنسبه لتجديد العقود ابراهيم صلاح واحمد جعفر وصابر رحيل يعني ايه الاخبار؟ حفظلهم حفظلهم. وبرده من نفس المنطلق، اللي مش عايز يلعب في نادي الزمالك ما يلعبش في نادي الزمالك. لكن حضرتك قعدت معاهم وكلمت. شوف يا كريم، اللي مش هيقدر قيمه الجمهور ده ومش هيحط نادي الزمالك بجمهوره فوق دماغه خلاص، ويبقى عارف يعني ايه هو بيلعب في نادي الزمالك، مع احترامي الشديد لكل الانديه الاخرى يعني، بس يمكن انا بحب نادي الزمالك اكثر من اي حاجه. اللي ما يقدرش، وانا حاسس يعني ايه نادي الزمالك كقيمه وقامه، اللي مش قادر يعرف يعني ايه قيمه نادي الزمالك والقامه اللي هو منتمي اليها ما يقعدش في نادي الزمالك. بس برضه يا دكتور عبد الله عشان نكون يعني واقعيين وصادقين، في بعض اللعيبه عقودها اتظلمت يعني، كانت تاخدت. مش انا اللي ظلمتها. مش حضرتك، انا عارف، لكن هم كلاعبين في نادي الزمالك. ولازم كل الناس تعرف ان احنا في ظروف مغايره عن الظروف السابقه. نتمنى. مش نادي الزمالك بس، البلد كلها في ظروف مغايره عن الظروف السابقه. اكيد اكيد. بشكرك يا دكتور عبد الله وكل سنه وانت طيب، ومبروك على صفقه امبارح اللي كان ليك الدور الاكبر فيها امبارح يعني. بشكرك دكتور عبد الله جورج سعد، رئيس لجنه التعاقدات في نادي الزمالك. طيب احنا كده يعني غطينا